Petite Planète. Information. Clair et net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أيها الإخوة الكرام. هذا هو التسجيل الأخير من تسجيلات محور البيرسوناليزاسيون في سلسلة الويندوز 10. طبعا السلسلة لا تزال مستمرة، ولكن هذا هو التسجيل الأخير من تسجيلات البيرسوناليزاسيون. اليوم غادي نشوفو كيفاش نباغاميتريو لا كونفيدونسياليتي ديالنا، فلنتابع. اذا بعد ما شفنا اللوحات الحيه كيفاش نوقفوا لها التنشيط ديالها والاخذ ديالها من الموارد ديال الجهاز، نزيدوا نتعمقوا شويه اكثر ونفوتوا شويه لافيشاج والبيرسوناليزاسيون، لكن نشوفوا اشياء اخرى لا تقل اهميه اللي هي شويه ديال عندها علاقه بالسيكوريتي ديال النظام ديالنا والاستخدام ديالنا. ندير ويندوز اي باش نمشي للبارامتر ونمشي حتى الكونفيدونسياليتي. طبعا رانا عرفنا دابا كيفاش ملي كديروا البارامتر كتخرج لا زون دو ريشيرش، وكنطابي واحد المره وكنبقى نتحرك بالسهم الايمن. كونفيدونسياليتي ندير لا اونتري بارامتر فنتر هنا جينيرال لوكاليزاسيون. اذا نشوفوا اول حاجه نشوفوها هي جينيرال. Laissez les applications utiliser mon identifiant de publicité. La désactivation de cette option réinitialise votre identifiant. Bouton bascule non enfoncé. Activez le filtre Smart Screen pour vérifier le contenu web URL utilisé par les applications du Windows Store. Bouton bascule enfoncé. Le Smart Screen خدم في الخلفية. أنا ما بغيتوش يبقى خدم في الخلفية وإن كنت نصحت به سابقا. Non enfoncé. ندير طاب من جديد. Permettre au site web d'accéder à ma liste de langues pour fournir du contenu local. Bouton bascule enfoncé. هذا يعني التطبيقات يمكن يعني الانترنت لي سيت ويب يمكن يدخلوا للتطبيق ديال اللغه او يدخلوا. Permettre au site web d'accéder à ma liste de langues. يدخلوا لائحه اللغات باش يعطوني المحتوى باللغه المفضله عندي. Enfoncé ou non enfoncé. Autoriser les applications installées sur vos autres appareils à exécuter des applications et à poursuivre les non enfoncé. بلا اللي كيقول لك تسمح لشي تطبيقات يعني عن طريق أجهزة أخرى تستخدم تطبيقات بالحاسوب ديالك نون انفونسي، لأن هادشي منو سيكوريتي، منو يعني منو سيكوريتي، منو الحفاظ على باش يكون البيرفورمانس مزيان. اوتوريزي لي زابليكاسيون انستالي سور فوز اوتر زاباري ا يوتيليزي بلوتوث بور اوفرير دي انفونسي. نو خصها هي نون انفونسي، نخليها نون انفونسي. جيري مي زانفورماسيون دو بيرسوناليزاسيون اي دو بوبليسيتي مايكروسوفت ليان. Déclaration de confidentialité lien. Domicile bouton. Identité domicile. Zone de recherche liste. Général. Général n'a pas de sehmar واحدة. Localisation non sélectionnée. Localisation. Identité localisation matemnage. Caméra non sélectionnée 3 sur 7. Voix. Entrée manuscrite et frappe non sélectionnée 6 sur 16. هاد فوا هادي اللي عندنا بها هي مهمه ندير لها اونطري باش نسيليكسيونيوها ونطابوليو. Arrêtez de me connaître bouton. Arrêtez de me connaître espace. Fenêtre contextuelle fenêtre. Désactiver bouton. Désactiver bouton. Ndir liha entrée. Arrêtez de me connaître bouton. Alors درت لها هاد الخاصيه هادي لان مايكروسوفت كتاخذ بعض المعطيات، واخا ديك النهار كنا ديزاكتيفينا بعض الاشياء في البيرسوناليزاسيون اللي كنا درنا في الويندوز في الباراميتراج ديال الويندوز 10 في البدايه، يعني بعد ما انصرنا السيستم هادي بقات اكتيفي. كندير لها هنا كنغطيها باش ما تاخذش لي دوني اللي كنكتب واللي كان اللي كان اللي كنكتبها في الكلافي واللي كان نمليها بالميكروفون. نهبط بالسهم الاسفل. انفورماسيون سور لو كونط نون سيليكسيوني كونتاكت نون سيليكسيوني كالندريي هيستوريك دي زابيل كوري الكترونيك ميساجري نون راديو نون سيليكسيوني اوتر زاباري نون سيليكسيوني كومونتير دياغنوستيك ابليكاسيون ان اريير بلان. ابليكاسيون ان اريير بلان هي اللي مهمه اللي نتكلموا عليها، اللي باش نوقفوا التطبيقات اللي كتشتغل في الخلفيه سيليكسيونيها بونتري. لان الويندوز 10 كيجيب تطبيقات كتستعمل في الخلفيه، يعني كاين هذيك اللوحات الحيه اللي كدير التنشيط كدير لاكتواليزاسيون اوتوماتيك، وكاين هذو التطبيقات كتشتغل اون اغيير بلون كتشتغل في الخلفيه وكتاخذ حتى هي لا رام والميكرو بروسيسور والانترنت. اذا ندير طاب بعد ما درت اونتري. ديكلاراسيون دو كونفيدونسياليتي ليان 3 ديبيل دير بوتون باسكول انفونسي. هذا كيخدم في الخلفيه ندير لو نون انفونسي. نون انفونسي نطابلي. اكтуаليتي بوتون باسكول انفونسي. اكтуаليتي يعني الاخبار كيخدم في الخلفيه ندير له نون انفونسي. حتى انا لحد الان مازال ما كونفيغيريت هاد التطبيقات، وفي نفس الوقت هي ني با اكسيسيبل، يعني ني با اكسيسيبل. الارمي اورلوج بوتون باسكول انفونسي. الارمي اورلوج ندير لا نون انفونسي. اسباس نون انفونسي. كالكولاتريس بوتون باسكول انفونسي نون انفونسي. كالندريي بوتون باسكول نون انفونسي. كنطابلي كندير اسباس باش نون انفونسي. وانتم تختاروا اللي بغيتوا، الا بغيتوا تخليو شي تطبيق خدام في
الخلفية خليوها ما كاينش مشكل. كاميرا بوتون باسكول نون انفونسي. كاندي كروش سودا ساغا نون انفونسي. كارت بوتون باسكول نون انفونسي. كونتاكتي لو سوبور بوتون نون انفونسي. كونتاكت بوتون باسكول نون انفونسي. دوني واي فاي اي سيلولير بايي بوتون باسكول نون انفونسي. دوربورد بي دي اف بوتون باسكول انفونسي نون انفونسي. انريجستريور فوكال بوتون نون انفونسي. فارم فيل 2 اسك نون انفونسي. فيلم تي في بوتون باسكول نون انفونسي. غوف ميوزيك بوتون نون انفونسي. بيب دو كومونتير بوتون نون انفونسي. ميساج بوتون باسكول نون انفونسي. مايكروسوفت ايدج بوتون نون انفونسي. ميتيو بوتون باسكول نون انفونسي. اوبتينير Office bouton bascule en non en point note bouton bascule non enfonce paramètre bouton bascule enfoncé non en photo bouton bascule en non enfonce prise en main bouton bascule non enfonce se connecter bouton bascule en non enfonce sticky note bouton non enfonce Windows Store bouton non enfonce Xbox bouton non enfonce domicile bouton الى هنا نكون كملت كل شيء انا شخصيا ما نقدر يخدم لي والو في الخلفيه application en arrière plan élément الان نمشيو نديرو retour arrière paramètre fenêtre liste système périphérique réseau et personnalise compte 5 sur 9 on prend au système zéro entrée paramètres fun vide on zéro application et fonctionnalité affichage 1 sur 13 qui affichage application et fond application par défaut non application par défaut non sélectionné dire la entrée où il y a le nom de la cour d'yenne à d'yelio sélectionné dire tab messagerie électronique courrier bouton ميساجري الكترونيك كوريي بوطون هنا في يعني شكون اللي يقرا لي او شكون اللي ملي نلقى شي ميساج ولا ندير اونفوي شي ميساج الكترونيك شكون هذا التطبيق اللي يفتح لي او اللي يخدم كوم بروغرام دو كوريي الكترونيك كاين كوريي اللي كيجي مع الويندوز انا ما عندي حتى شي تطبيق اخر مانستالي وبالتالي فملي تانستالو الموزيلا ثاندربيرد ولا اي تطبيق يمكن دير اسباس هنا وتختار التطبيق اللي بغيتي من التطبيقات هنا نديرو العمليه نديرو مثال على مساله اخرى كارت كارت بوتون كارت كارت بوتون هذه ديال البطاقات ديال الخرائط ليكتور دو ميوزيك غوف ميوزيك بوتون هذا ليكتور دو ميوزيك غوف ميوزيك بوتون هذا انا عندي الفي ال سي ميديا بلاير انستالي وبالتالي فما بغيتش انا البروغرام ديال الويندوز هو اللي يقرا لي الموسيقى لان البروغرام ديال الويندوز ماشي اكسيسيبل ندير اسباس هنا شوازير ان ابليكاسيون فونيتر Groupe, musique, fenêtre. Ndir tab. Lecteur Windows Media bouton. Lecteur Windows Media. Ndir tab. VLC Media Player. VLC Media Player bouton. Espace. Lecteur de musique. VLC Media Player bouton. Safi lecteur de musique. VLC Media Player bouton. Ida n'htaf le courrier gadi ndirou nefs l'amalia. Messagerie électronique. Courrier bouton. Ndir espace. On chouf wach andi. Rechercher une application. Courrier bouton. Yallah kayen andi ghir courrier bouhdo. Wa andi rechercher une application dans le Windows Store. هذيك حاجه اخرى دير اي شاب باش خرجت ونطابولي تلقى ليكتور دو ميوزيك اذا شفنا ليكتور دو ميوزيك نطابولي من جديد فيزيونوز دو فوتو فوتو بوتون فيزيونوز دو فوتو فوتو بوتون اللي غيشوف لي لي فوتو اللي غادي يستعرض الصور هو تطبيق الصور اذا ندير طاب مره اخرى ليكتور فيديو فيلم اي تي في بوتون ليكتور فيديو فيلم اي تي في يعني واحد التطبيق سميتو فيلم اي تي في عندي في الويندوز 10 هو اللي كيقرا لنا هاد التطبيقات هاد كيقرا لنا هاد الفيديوهات ندير اسباس باش نختار الفي ال سي ميديا الفي ال سي ميديا بلاير Choisir une app lecteur Windows photo bouton VLC Media Player espace lecteur vidéo navigateur web عندي Microsoft Edge ندير espace choisir une application fenêtre Microsoft Edge bouton Firefox bouton Firefox bouton Internet Explorer اللي بغيتو بغيتو Firefox بغيتو Internet Explorer الانسان حر حتى الا كان جوجل كروم غادي يبان لكم جوجل كروم هنا غير نطابلو تلقاو rechercher une application dans le Windows Store bouton en lecture seul focalisé Microsoft Edge bouton Firefox وهكذا نختار Firefox ندير لها espace navigateur web Microsoft Edge bouton هنا كيقول لي بان راه عندك الميكروسوفت ايدج وراه مزيان وعلاش غتخيط تختار انت الموزيلا فايرفوكس بحال اللي كيبغي زعما يجلبنا باش نستخدموا الميكروسوفت ايدج كيقول لك راه سريع وغابيد ندير انا اصلا ندير موديفي كوم ام اسباس نافيغاتور ويب فايرفوكس بوتون ها هو نافيغاتور ويب فايرفوكس بوتون غينيشاليزي بوتون هاد غينيشاليزي يعني ندير كلشي يولي بار ديفو بحيث ان التطبيقات ترجع كيف ما كانت سابقا يعني داكشي يولي بار ديفو شوازير لي زابليكاسيون بار ديفو بار تيب دو فيشي ليان هنا كاين شوازير لابليكاسيون لي زابليكاسيون بار شوازير لي زابليكاسيون بار ديفو بار تيب بار ديفو بار تيب هادي شويه افونسي بلا من ان ما ندخلوا فيها افضل وكاين هادي شوازير لي زابليكاسيون بار ديفو بار بروتوكول ليان شوازير لابليكاسيون بار ديفو بار بروتوكول يعني هادي لي البروتوكولات ديال الاش تي تي بي او اف تي بي الى غير ذلك هادو البروتوكولات ديال نقل البيانات من البي سي للانترنت كتختار بار يعني بار بروتوكول بعد التطبيقات الاخرى ديفينير لي فالور بار ديفو بار ابليكاسيون ليان وكذلك غادي ديفينير لي فالور بار ديفو يعني تمشي لكل تطبيق على حده ودير له ترجع له القيمه الافتراضيه ديالو هادشي كله يعني شويه متقدم دوميسيل بوتون هنا كاين دوميسيل هنا كاين زون دو ريشيرش هنا كاين
ابليكاسيون اون اريير بلون. اذا بهذه الطريقه هذه غادي نكونوا كملنا التسجيل ديال اليوم، وعذرا على الاطاله لان الحقيقه الويندوز هو بحر من الاشياء، بحر من البرامج، بحر من الاعدادات، بحر من الاجراءات. باقي الموضوع ديال ويندوز ابديت وبعض الاشياء الاخرى نخليوها ان شاء الله تعالى لوقتها ان كان في العمر بقيه. اذا الى حين الالتقاء في التسجيل المقبل، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.